على الرغم الظروف اللي مريتوا فيها مع بداية أزمة كورونا، ما فكرتوا أن يعني انطلاقا من شهر مارس كما هو متوقع أن تكون لكم جلسة ثقافية موجودة في الدار؟ صحيح، احنا نفكر بأكبر من كذي. احنا نفكر أن نخلي الناس تكتب مو بس تقرأ، نقدم لهم دورات. احنا مفكرين بشيء أكبر من كذي بعد أكثر. احنا ما نكتفي بمعرض واحد في السنة، يعني الكويت ما هي محتاجة معرض واحد يقام كل شهر 11. مفروض يكون هذا الشيء دوري على مدار السنة، على الأقل ربع سنوي، يكون 4 مرات في السنة. هذا الشيء احنا بنكون أو بيكون هذا الشيء من أولى أولوياتنا إن شاء الله في بعد الأزمة هذه. هل في دول عربية عندها أكثر من معرض في العام؟ لو يمكن أفاجئك في المعلومة هذه، دولة يمكن يعني كبيرة طبعا في القلب لكن أصغر من الكويت في المساحة، دولة البحرين، لديها معرضين في السنة.